الواحد في شهر رمضان بيفكر في اتجاهات كتيرة جدا، متهيألي أهم شيء بيفكر فيه هو إزاي يقرب من ربنا. لو هو حتى 11 شهر في السنة بيعمل كل حاجة، ربما في شهر رمضان بيركز في العبادات، في التأمل، في تطهير النفس، إزاي يمشي في الطريق الصح اللي ممكن يكون فيه سعادة. برحب بمعز مسعود. لسه ممكن. الله يخليك، ازيك يا معتز. هو ممكن للي مش عارف ان ايوه هو فيه سعادة، وعلشان كمان نسيب للناس كده، يعني ياخد بالك ازاي حرية الحكم صح. على العنوان، لو اصل صح التعبير. يعني خاصة يا معتز ان انت السعادة دي بالذات ما اظنش تعرف تفرضها على حد. مش كده برضو؟ لا لا انت عارف يا معز، هو المشكلة في ايه؟ المشكلة في ان الـ 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 التدين ارتبط يمكن في اذهان ناس كتيرة بان هو يعني طريق صعب جدا، طريق متعب جدا، طريق عكس فطرة يمكن الانسان، او يعني عايز اقول ارتبط بانه كآبة زي ما احنا قلنا دايما. ما هو خلي بالك الكآبة دي يعني ممكن يبقى لها عدة مصادر. الإنسان ممكن يحس بالكآبة لعدة أسباب. السبب اللي احنا عايزين نذكره هنا مع بعض ردا على النقطة اللي انت بتثيرها دي هو الإحساس بالمشقة. انت عارف أصلا الإنسان بيدور على اللذة وبيبعد عن الألم. ربنا فطرنا كده، بنبحث عن اللذة. فين اللذة؟ فينها؟ ونفضل ندور عليها ونتبعها، وبنبعد ونهرب من الألم. الألم سواء الألم ده حسي، حاجة بتوجعك، انت لو جيت لمست النار هتعمل ايه؟ تشيلها بسرعة، تشيل ايدك بسرعة، 100%. او معنوي. وفي حاجات كده اول ما بنفكر فيها بتبقى زي ما تكون نار معنوية. تقعد كده مثلا تقول انا ورايا كذا، عايز انسى الموضوع ده خالص، فضها سيرة. نار. لمسة كده. كنت بتكلم معايا انت كمان في اليومين اللي فاتوا على الناس اللي لما بيجي مثلا يسمعوا صوت القرآن او يسمعوا ذكر الله يبقى رافض او يبقى مش عايز، لانه مش عايز حاجه تفكره. ايوه طبعا، احنا لما بنبقى مقصرين اكتر حاجه بنحاول نعملها ان احنا نغطي على الموضوع ده ونتناساه ونتجاهله. وقلنا مع بعض ان رمضان هو الوقت بقى اللي كل واحد اضرب احواله، يعني صحيح، يبطل بقى التجاهل ويفكر بعمق، يعني ويشوف انا مقصر فين، ويمكن الموضوع مش بالصعوبه اللي انا متخيلها. صحيح، انت عارف اوقات كده احنا بنبالغ. مظبوط، انت عارف الالم معظمه بيبقى معنوي، بيبقاش بجد، بنبقى احنا مبالغين جوانا قوي قوي قوي. فدي نقطة مهمة، ان احنا بنهرب من الألم او بندور على اللذة. ولو تفتكر حتى كنا اشرنا في الحلقة الأخيرة الى المعنى بتاع انه ربنا يسقط عننا العبء والمشقة بتاعت التكاليف. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقلنا ما هم مهديين، آمنوا وعملوا الصالحات. يهديهم تاني، الهداية التانية بقى، الهداية بتاعت ان انا مش حاسس بعبء في التكاليف المطلوبة مني، في الفروض المفروضة عليا، في الصلاة مثلا، واحنا بنضرب مثل بالصلاة دايما مع بعض. مش حاسس انه يو لازم ده اسقط عني التعب والعبء والمشقة بتاعت التكليف، اهو دي هداية تانية. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ويحصل عندك العكس تماما، انك انت تبقى متلزز، بتهم ومتلزز، وكأنك رايح تعمل حاجة لطيفة جدا، يعني بالظبط حاجة انت اللي عايزها، انت اللي بتدور عليها. وأرنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. بيقولوا له كده يوريهم نعبده ازاي، ورينا يا رب نعبدك ازاي. اللي بيطلب كده اكيد نفسه في الحاجة. ودي قبل ما تسأل سؤالك يا معتز، رجع الى حاجة ممكن نربطها بالحلقات السابقة. فاكر لما فرقنا ما بين اسلام الظاهر واسلام الباطن؟ صحيح، وقلنا انه اسلام الظاهر اي حد مسلم فهو مسلم، اي حد بيشهد الشهادتين هو مسلم. بس مش كلنا عندنا اسلام الباطن، بمعنى ان احنا يعني بنسلم لله تماما في الحاجه اللي بيطلبها مننا، وبنعملها من غير ما نفكر. ربنا قال كده بجد، يلا بينا. واتكلمنا عن المثل بتاع الذبح. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما امر بالذبح في الرؤيا، وسيدنا اسماعيل، وهما الاثنين اسلموا. لو ربنا شايف كده بجد، ودي حاجه ما بتجيش غير الانبياء، حاجه بالقوه دي وبالصعوبه دي، لو ربنا بجد بيامر بكده، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وطولنا مع بعض شوية في الشرح بتاع معنى الإسلام الباطن ده، إن أنا أعمل اللي ربنا بيقوله لي وما جدلش كتير. كان الإنسان أكثر شيء جدلا. فأنا عايز أربطها لك هنا بإيه؟ إنه الهداية التانية دي بتيجي عند اللي أسلم الإسلام التاني ده، إسلام الباطن.
انا بأكررها برضو عشان اللي بيتفرج لاول مره، احنا مش بنتكلم على الاعتقاد، اللي بيشهد الشهادتين ده مسلم خلاص، مهما ارتكب من معاصي صحيح لازم يتوب منهم بس هو مسلم. لكن احنا بنتكلم على الفعل مش عن الاعتقاد. لما نبتدي نعمل الافعال اللي احنا مكلفين بيها من غير ما نجادل ونقول لربنا يا رب هي صعبه عليا، هي صعبه، انت دلوقتي انا مش في حاله حب الايمان وحلاوه الايمان، انا مش في حاله الهدايه التانية دي، انا مش في حاله ان انا بتلذذ بالتكاليف، بالعكس الحاجات دي بالنسبه لي صعبه جدا، تقيله قوي قوي قوي، بس مع ذلك يا رب مش انت عايز كده، انا هعملها. مش انت عايز نذبح ابني، هي صعبه قوي قوي عليا، بس ده انت ربنا. دي من غير صفات البشر، دي طبعا يعني الطلب ده كان صعب قوي قوي، فالواحد ممكن يتصور انه نازل على نبي مش على بشر عادي. بالظبط كده، على نبي بيوحى اليه، على بشر بيوحى اليه اللي هو نبي في الحاله دي. وفي نفس الوقت احنا اللي بيطلب مننا مش بالصعوبه دي، مش فالموضوع نسبه وتناسب اكيد. علما بقى يا معتز، فلما بجد بتتعرض علينا التكاليف دي على انها صعب قوي قوي قوي، لأن نفوسنا لسه في حالة نوم وكسل وتعب، زي اللي بيفتح عينيه لأول مرة ويشوف النور، النور بيوجعه، بس العيب مش في النور، العيب بيبقى في عينينا اللي مقفولة بقالها كتير. أو ممكن مثل تاني إنها بتبقى عاملة زي ما تكون نار، فكأنه بيطلب منك ادخل نار، مش النار يوم القيامة، لكن ادخل نار، يعني قوم صلي دلوقتي، فكأن حد بيقولك قوم اعمل حاجة صعبة قوي 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 قوي. اللي بيدخلها علشان ربنا يوم قال خلاص يا رب انت طالب مني بجد ان انا اصلي، انت اللي امرني طبعا، وانا ماليش نفس، بس انت يا رب انت الامر، اعمل ايه؟ طيب انا بحبك مهما كان، ويقوم وهو مجاهد نفسه. بيحصل حاجه بقى خطيره قوي اللي هي الهدايه الثانيه دي، اللي هي انه بيسقط عنه العبء بتاع التكليف لو صدق مع الله بجد فعلا وصبر. وعشان كده برضو غريبه ان احنا مع سيدنا ابراهيم عليه السلام لسه، وهو يعني احنا على مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنه لما سيدنا إبراهيم عليه السلام المشركين بنوا نار وأوقدوها، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وبقوا عايزين يرموه، ياها تقول إنه الآلهة دي كلها آلهة وتعتقد زينا وتبطل تقول لا إله إلا الله والكلام بتاعك ده، يا إما هنرميك في النار دي. وهو عمل إيه؟ يعني رفض إنه يشرك طبعا، ومصر، فضل مصر على لا إله إلا الله، ورموه في النار دي. فربنا عمل إيه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمعنى ده أنا بحاول أسقطه بقى على حياتنا اليومية. إن إحنا في تكاليف بتبقى صعبة قوي علينا، وإحنا نايمين وإحنا مكسلين، لكن لما بنسلم لله من جوه بتجيلنا الهداية التانية دي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم لحد ما يدخلهم الجنة. وبتيجي بقى الحالة اللي هي إنه النار دي بتتحول بردا وسلاما، بيجي البرد والسلام بتاع التكاليف، بنبطل نشوف التكاليف كألم، بنبطل نشوف الصلاة مثلا كألم، أي حاجة مفروضة علينا بنبطل نشوفها كألم، بنشوفها كلذة، بنشوفها كمصدر سعادة. ربنا بيغير الموضوع تماما، بتبقى برد وسلام. وهو ده المعنى بتاعه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهنا وقفة برضو خطيرة، إنه في حالة النوم والغفلة العصيان والمعاصي والحاجات المختلفة اللي فطرتنا أصلا عارفة أنها غلط، وربنا في الوحي أكد لنا أنها غلط فعلا، زي ما أنتم فطرتكم السليمة كبشر عارفين الحاجات دي، لما بنبقى غافلين بتبقى متزينة على أنها لذة وأنها متعة. لما بنصحى بنشوفها هي كنار، فبنكرهها هي، وبتلاقي الإنسان كده وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأنت بتشوف الأشياء بمنطق مختلف على حسب الحالة اللي انت فيها. الغفلة لما بنبقى في حالة غفلة بيتزين لنا الأعمال الصالحة على أنها نيران محرقة، والأعمال السيئة على أنها جنات فيها تلذذ. لما بنصحى بتتعكس تماما، بنشوف الأعمال الصالحة على أنها جنة، طريق الصح زي ما انت بتقول هو في سعادة، ده هو السعادة. والأعمال السيئة دي انت أصلا بتبص لها عارف لو ربنا قالك مش حرام ده مثلا، لو هتبقى برضو مش عايزها. ليه؟ لأنك شفتها على حقيقتها، سموم مهلكة، نيران محرقة. فدي حالة من الصحوة، من اللي عاملين نتكلم عليها مع بعض في رمضان شهر الصحيان. المعنى ده يعني ايه رأيك ان احنا نتوقف عند اول فاصل، وبعد الفاصل مش عارف لو انت عارف طبعا احنا بنتناول عدة أدعية موجودة في القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان،
فالمرة اللي فاتت أو المرتين اللي فاتوا كنا بنتكلم في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نرجع له ونفصل فيه شوية نكمل لأن فيه. فيه شوية أسئلة كده. أوكي نكمل فيه إن شاء الله. إن شاء الله. الطريق الصح مع معز مسعود، خليكم معانا. مش عارف ليه ساعات بحس كده ان الواحد طماع قوي، عايز الدنيا والاخره كمان، عايزين الاثنين مع بعض، ينفع الكلام ده؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بمناسبه الدعاء ده، النهارده كنت بقرا سوره هود. ففي سوره هود في ايه في الاول فكرتني بالمعنى اللي احنا بقالنا كام يوم بنتكلم فيه، اللي هي حسنه الدنيا. قبل ما ندخل مع بعض بقى النهارده في حسنه الاخره. كويس. وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ده في أول السورة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. تكلمنا عن التوبة. يحصل إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. أهو حسنة الدنيا هنا. إنه اللي بيستغفر ربنا وبيتوب إليه لازم ربنا هيمتعه في الدنيا. متاعا حسنا. بس المتاع الحلو الحسن الجميل الفطري المعروف، مش المنكر أو السيء أو القبيح أو اللي جواه ذنوب أو اللي بنعمله بس بيفضل ضميرنا يأنبنا لأن احنا عارفين أنه غلط. وممكن نكون بنستلذه بس علشان احنا غفلين، بس علشان احنا نايمين، زي ما قلنا قبل الفاصل، وإحنا نايمين في حالة غفلة بنستلذ بعض الحاجات وهي في الحقيقة سموم مهلكة ونيران محرقة. بس احنا نايمين فمش حاسين. عارف زي اللي بيبقى لو عمرك اتبنجت خدت بنج في عملية أو غيره، أو لو إيدك نملت قوي وانت نايم. ممكن تنمل، احنا بنقول المثل ده في مصر يعني، أو اللفظ ده تنمل. تخبطها ما تحسش بيها. واخد بالك؟ وممكن لو انت عامل البنج أقطع فيك وانت بتبقاش حاسس. صحيح. الغفلة كده. الغفلة بتعتري الإنسان. لما بنغفل وبنعمل الذنوب وبنفضل نقطع في فطرتنا وبنقطع في حال قربنا من الله وحال الصدق ده، تدي يقل 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 واحنا مش حاسين ان احنا متبنجين. وقلنا كلمة سكرانين، سكرة حب الدنيا. حب الدنيا المذموم بقى لما بتبقى مبعدة عن الله، تدنو بينا تبعد بينا عن ربنا. دي سكرة. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. فده مش متاع حسن. المتعة اللي فيها ما يغضب الله وهو عكس الفطرة، ده مش متاع حسن. طب بنستحسنه ازاي؟ متبنجين، غافلين، مش دريانين. مش دريانين، مش دريانين، مش فايقين، مش فايقين. فعلا. لكن لما بنبقى صحيين بنستمتع حقيقة المتاع اللي كفاية اصلا ان ربنا راضي عننا، واللي بيدوق المتعة دي ما بيحتاجش اي حاجة تانية. وقلناها قبل كده في القصيدة اللي بيغنيها النقشبندي رحمة الله عليه، ده لو العيشة مرة بتحلو لو ربنا راضي، ما بالك لو العيشة نفسها تبقى حلوة إن شاء الله. لو العيشة مرة تحلو مرارة عيش في رضاك. بيقول له كده، العيشة المرة بتحلو مرارتها لما أنت بتبقى راضي. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، لحد ما يجي وقت الموت بتاعنا. ربنا يحسن ختامنا، هو ده الأجل المسمى. ويؤتي كل ذي فضل فضله. فدي كانت بس حته سريعه كده من سوره هود على حسنه الدنيا. كنت هتقول حاجه بعدين اسمعك ونكمل. لا ولا حاجه، هو كده فكره جات لي في دماغي واحنا بنتكلم. الواحد عنده معيار معين يعرف اذا كان ربنا راضي عنه؟ طبعا ربنا يرضى عنا طبعا اولا. امين يا رب. يعني ازاي اقدر اعرف انا ربنا غضبان مني ولا راضي عني؟ ده موضوع يطول شرحه، بس ممكن اجابه مختصره النهارده. لو عارف لو عايز تعرف مقامك فانظر فيما اقامك. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي راضي عنهم بيشغلهم بطاعته. بيخلي جوارحهم دايما متسخره للطاعه بتاعته. سواء ان الطاعه دي الفروض المفروض عليهم والعبادات، وده مهم جدا. او لان هم بيعمروا الارض برضه، فهم سبب في منع الظلم عن الناس. تمام. هم سبب في انقاذ الناس. اللي مثلا لاقي نفسه دلوقتي وقته كله في الدويقه، ما
مثلا مثلا رايح عمال يساعد ويدي بطاطين ويعمل اكله ويمشي وغيره وده برضو ربنا اقامه في الخدمه التكافل الاجتماعي اهو. لو ربنا اقامك في الموضوع ده وده عمل صالح وانت اصلا مؤمن بالله والسؤال جاي من مسلم فيعني ده خلاص مفترض امنوا وعملوا الصالحات فانت مؤمن وكمان شغلك بالصالحات من العبادات الظاهره او من عماره الارض فانت فعلا سبب في رفع الظلم عن الناس وفي نشر الخير والعداله الى اخره في ان انت بتاكل بيوت او كمان بقى في التزكيه فانت منشغل دايما بتدور على انه هو راضي عني ولا لا. عشان كده السؤال ده نفسه اثر فيا وانت بتساله لانه كونك سالته بدايه دليل وجود ان شاء الله الرضا انه الانسان اللي اصلا مش همه هو ربنا راضي عني ولا لا. لا دي الغفله لما بتزيد قوي ما بنسالش السؤال ده طبعا. فاللي مشغول لسه بالسؤال ده عنده هو شيء من التزكيه حي جواه بيدور ازاي احب ربنا اكتر من اي حاجه وازاي ارضيه اذا كان هو اداني كل النعم دي ازاي ما بقاش يعني جاحد ونكار. يعني بيقول لك انا ما بحبش نكران الجميل. نكران الجميل لما واحد يبقى عمل فيك خدمه انما لما بقى واحد اداك كل الصفات والحسنات والبصر والامكانيات والى اخره يعني مكسوف من نفسي لو بكسف من نفسي كتير كلنا يا معتز. وهو ده اللي كنا اشرنا اليه لما في الايه بتاعه القصص واحسن كما احسن الله اليك واحسن كما احسن الله اليك. ربنا احسن الينا ده اللي انت بتقوله ده هو التفسير اللي انت بتقوله بالظبط يعني تفسير للكلمه دي كما احسن الله اليك. طب يبقى انت عليك ايه؟ واحسن واحسن. وقلنا الاحسان طبعا المقام الاعلى بتاعه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. بس اللي هو معنى برضه في الافعال ان انت تبتدي تعمل اكتر من اللي هو مطلوب منك تعمل فضل. فضل هنا بمعنى زياده. تعمل اكتر من اللي مطلوب منك ده من معاني الاحسان ان انت مطلوب منك حاجات معينه بس انت بتكثر فعلى سبيل المثال بتكثر من النوافل وده يفكرنا بالحديث اللي اشرنا اليه برضه في اوائل رمضان وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. بيعمل كتير بيعمل زياده عن المطلوب منه بيعمل زياده بيحسن بالمعنى هنا الاكثار في الفعل اكتر من المطلوب منه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أهو ده معنى برضو من المعاني اللي تخليك عارف أن ربنا راضي عنك. لو ما خلكش لازم يعني أول حاجة ما نبقاش مقصرين أصلا في المطلوب مننا. أهو دي فيها مشكلة يبقى لسه ما حصلناش على الرضا الأكبر. لسه ما جلناش الرضا. لا ده احنا مش بس بنعمل اللي مطلوب مننا ده احنا بنعمل زيادة وبنحسن وبنعمل فضل وبنعمل نوافل. لا ده كده بيحبنا ولو بيحبنا طبعا راضي عننا طبعا. فتلاقي نفسك ساعتها بقى ربنا سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به. وعايز اقول يا معز انت جبت سيرة الدويقة الناس اللي بتشتغل هناك بقلبها دي وقاعدة بتساعد المتضررين والمنكوبين والناس اللي تعرضت للكارثة الفظيعة وفي الايام الجميلة اللي احنا عايشينها في ايام رمضان سواء ناس من منظمات المجتمع الاهلي او من الحكومة وفي ناس تابعة للقوات المسلحة وفي ناس تابعة للمحافظة وفي ناس تابعة الحكومة الاتنين دول عايز اقول اشعر بان هم في الايام الجميلة دي اجرهم وثوابهم كبير. يا رب طبعا ربنا يتقبل منهم ويا بخت الانسان اللي عمل العمل الصالح بنية صالحة في قلبه ففعلا ظهر ايمانه ابتدى يبان ثمرات ايمانه في الدنيا وابتدت تبان بقى حوالينا في التكافل زي ما انت قلت وغيره. يعني هنيئا له وربنا يجمعنا كلنا على الخير ان شاء الله ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله. هنكمل ونرجع برضو للدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ما لحقناش نتكلم فيه هنتكلم بعد الفاصل يا معز. خليكم معانا عشان معز هيتكلم معانا في هذا الدعاء. يا ريت الواحد يبقى ربنا راضي عنه ده يبقى منتهى الطموح زي ما بيقولوا. انما لو حبيت اقول لك يا معز انا فهمت ايه من اللي فات
ان الواحد يقيم وضعه ايه ويشوف هو في، وربما يقيم وضعه بالاخرين او الاصدقاء والاقارب وزملائه في المجتمع وزملاء المهنه، ويشوف هو في وضع شكل ايه. من غير زي ما بنقول دايما، من غير ما يحكم على حد. طبعا انت بتتامل بس ربنا اقامك في ايه بالظبط، ده مهم جدا. وبعدين تقييم الوضع ما بيكونش بالحاجات الماديه بتاعت الدنيا بس، لا، انه مثلا ربنا مدي ده حاجه، مدي له فلوس او مخليه غني ومش مديني، يبقى ربنا بيحبه اكتر ما هو بيحبني. لا مش شرط ابدا، ما بنبصلهاش كده خالص. بنبص في الحاجات اللي هي الباقيات الصالحات، فعلا في الحاجات اللي هتبقى يوم القيامه. دي الحاجات المهمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى، ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا من يحب. تمام. وبالمناسبه دي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتة الآخرة حسنة ما اتكلمناش فيها بالقدر الكافي. نبص عليها دلوقتي. مشيرين برضو إلى نقطة مهمة نشير إليها الأول. إنه الإنسان اللي عنده حسنة الدنيا ده، يعني ربنا راضي عنه في الدنيا، فمتعه، ربنا متعه متاعا حسنا كويس، وفي الآخرة حسنة، ربنا راضي عنه في الآخرة فدخله الجنة. وأكبر حاجة في الجنة هي رضا ربنا، ورضوان من الله أكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، في سورة التوبة لحد ما قال يعني وعدهم الجنات ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أكبر من الجنة رضا ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الجميلة قوي واللي بتخلي بعض الصالحين يقولوا من وهم في الدنيا هنا، يقولوا احنا في الجنة. وهم في الدنيا ما هم دخلوش الجنة لسه، بس بيقولوا احنا في الجنة. احنا ضايقين طعمها، ضايقين الجنة بجد. بيبقى قصدهم يقولوا احنا في رضا ربنا. ورضا ربنا مش لازم نستنى الاخر عشان يحصل. صحيح الرضا النهائي مش هيحصل لنا غير لما نبقى دخلنا الجنة ان شاء الله، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يفاجئ اهل الجنة. ده فعلا كده في الحديث، انه بيناديهم سبحانه وتعالى واداهم كل حاجة، وبيجي في وقت معين يقول لهم هديكم تاني. فبيقولوا له تدينا تاني ايه بالمعنى؟ يعني احنا خدنا كل حاجه يا رب. احنا ما فيش اي حاجه عوزناها ما خدناهاش. لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. فيقول لهم سبحانه وتعالى هديكم رضايا فلا اسخط عليكم ابدا بعدها. يعني من النهارده كده ما فيش فرصه ان انتم تغضبوني فما بقاش راضي. الفكرة دي اللي كانت بتخلق تأنيب الضمير، بتخلق شعور بالحزن. والإنسان حقيقة الحزن بتاعته بتيجي منين؟ من إنه مش حاسس بمعية الله. ده في أعمق أعماقنا بقى، ده اللب اللي أنا وإنت تكلمنا عنه قبل كده، الحتة اللي جوانا كبشر اللي تعرف ربنا قوي ونفسها إنها تبقى معاه دايما وما تبعدش عنه خالص. ومن هنا بتيجي اللذة والقرب، وساعتها بتشوف الطاعة بقى سعادة، وبتشوف المعصية هي الكآبة. الموضوع ده كله، دي حتة دي جوانا احنا عميقة جدا يا معتز. الحزن بيجي امتى؟ ان الحزن مرتبط في داخلنا بان احنا مش حاسين ان ربنا معانا وقريب مننا فعلا. هو ده موجود بس انت مش عارف ومش حاسس. او ان انت مش حاسس بان ربنا راضي عنك. جواك قوي بقى في اعمق اعماقك. قاعد كده مش حاسس ان ربنا راضي عنك، فحزنان يا فرحة ما تمت. زي ما بنقول حزنان. مش قادر بقى بجد تتلذذ قوي. ممكن بقى تخش جوه المعاصي فترة كمخدر. تعمل المعاصي كمخدر، حتى لو المعاصي دي مخدرات فعلا. مخدرات زي ما بيقولوا بالعامية، او مخدرات بالفصحى، او خمرة او غيره. او لو اي نوع معاصي تانية. بنخدر نفسينا عشان ما نواجهش الحقيقة اللي جوانا دي، ده ربنا مش راضي، فبنحاول نهرب منها. كل شوية نهرب منها ونتناساها. عشان كده اهل الجنة بيقولوا ايه في سورة فاطر؟ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور. راحت بقى حتة الإحساس بالحزن اللي كانت جاية من إن أنا مقصر، إن ربنا مش راضي عني. فالحتة دي ربنا فاجئ أهل الجنة بيها، ربنا يجعلنا جميعا منهم إن شاء الله يا رب. إن أنا بقى كمان مش بس راضي، هو راضي عنهم ما هم في الجنة، لا ده أنا مش هسخط تاني أبدا، مفيش احتمال إنه يحصل، ده خلاص خلصت العلاقة اللي بينا كده. عشان كده ربنا بيقول دايما عنهم إيه أهل الجنة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وفي الثانية ذلك لمن خشي ربه
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. الخوف اللي يخلينا ما نعصكش، ولو احنا صاحيين اصلا هنكره المعصيه مش نبقى عايزين نعصيك. فدي نقطه مهمه جدا، حته الرضا دي اللي انت اشرت اليها. وفي نقطه برضو عن الرضا، ان لو عايز ربنا يرضى عنك ارضى عنه وقت المصايب. بمعنى ايه؟ حصلت لك مصيبه، مش دايما ممكن نرضى. مش شرط. ليه يا رب عملت فيا كده؟ خدتها من بوقي لسه، بقول لك ليه يا رب؟ ليه يا رب كده؟ ممكن. ومش مشكله، اللي ضعيف لسه وبيمر بالحكايه دي واحده واحده يتزكى ويتطهر لحد ما يوصل مرحله انه قلبه صاحي وبيشكر ربنا على كل حال، حتى في حال وقوع مصيبه. حتى في حال وقوع مصيبه، وقالوا ده من معاني المتعه، يمتعكم متاعا حسنا. طب ما احنا بيحصل مصايب. قال انهم، الناس دي يعني اللي بيحصلون مصايب، متلذذون بها. لان هم بيستحضروا انه ايه؟ لله ما اخذ ولله ما اعطى. بيستحضروا ان لله وان اليه راجعون. بيستحضروا انه اذا احب الله عبدا ابتلاه، وان المصيبه دي حب من ربنا بيطهره من حاجه او بيقربه منه بيرفع درجته. بيستحضروا عظيم الثواب اللي حاصل مع المصيبه دي. بيستحضروا انه الانبياء اشد الناس بلاء. طب اذا كان هم اكتر الناس بيحبهم ربنا هم الانبياء، ما هم اكتر الناس بيبتليهم. ماشيه مع اذا احب الله عبدا ابتلاه، بيطهره بيقربه. الانسان اللي عنده الحال ده حتى وقت المصيبه بيبقى عنده المتاع الحسن، لانه عرف يشكر ربنا، هو مقام عالي. طبعا بس لازم نجاهد نفسنا ونوصل له. بس انا بجيبه هنا بورده عشان ارد عليك، انه برضه من الطرق انك تعرف انه ربنا راضي عنك، قلت لك انظر فيما اقامك. شغلك بطاعته ايا ما كانت، في عباده الله وعماره الارض او تزكيه النفس، في الثلاثه مع بعض. يا بختك. خلاك ترضى عنه وقت المصيبه. ده اكيد راضي عنك. دي نقطه مهمه جدا. وقت المصيبه الواحد يقول ايه؟ يعني يقول يشكر ربنا. طبعا. اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ويدعي الدعاء ده. ويبقى شاكر ومستحضر المعنى بتاع اذا احب الله عبدا ابتلاه، يبقى شايفها على حقيقتها. الدنيا دار فناء. الاخره دار بقاء. ربنا حكيم. ربنا ولا يظلم ربك احدا. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ان الله لا يظلم مثقال ذره. مستحضر حسن الظن. ما يسيئش الظن بالله سبحانه وتعالى في اللحظه دي. فاكر لما جبنا الشعر اللي هو ولي حسن الظن الازم، فهو خلي وحليفي وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. انت يا رب بجد قررت ان انت تصيبني. ما هو المصيبه اللي بتصيب. صحيح. انت يا رب قررت ان انت تصيبني بالموضوع ده. انت احكم الحاكمين. فانا بدور على الموضوع، على فين الحكمه بتاعت الموضوع ده. وانا راضي في كل الاحوال. عشان كده بدات الحلقه بقول لك الالم معظمه معنوي. حصلت لك مصيبه ممكن يبقى الالم بتاعها 3. لما نبقى مش راضيين ليه يا رب وبتاع، بتبقى 30 او 300 او 3000 الى ما شاء الله. فده معنى مهم جدا. كنت عايز اقوله لك، انه الانسان المتاع الحسن، اما انه ربنا هيمتعك فعلا في الدنيا دي. وده بيحصل كتير جدا للانسان التايب طبعا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. واما ان انت تكون حتى في وقت المصايب انت لسه في متاع لاستحضارك بجد حكمة ربنا. وقادر ان انت تبقى زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يموت ابنه ابراهيم عليه السلام فيقول كده: ان العين لتدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. عارف اللي بيبقى قادر يصبر وقت المصيبة ده بجد. وانا بدعي ربنا دلوقتي يديها لنا بجد، ما يبقاش ده كلام لينا جميعا يعني. امين يا رب. اللي بيبقى قادر بجد يصبر ده بيدوق نوع لذة برضو. اللي مش راضي واللي غافل مش متخيل انه اللذة دي موجودة. لذة ان انت صحيت وانتصرت على الغفلة. وانتصرت على الحتة اللي جواك اللي مش عايزة ترضى. بتحس بالمقام العالي قوي اللي ربنا ادهولك ده، انك قادر تصبر مع انه ظاهر الامر انك انت في كارثة كبيرة ومش قادر عليها. لكن مع ذلك قادر ترضى، مش بس تصبر. انت قادر ترضى كمان. تمام. فبما انك فتحت موضوع الرضا نختم بيه المعنى بتاع في الدنيا حسنة. انه حسنة الدنيا من ضمنها ان بتبقى راضي دايما. تمام. مهما بيحصل لك. مش قاعد يا معتز عرضة لانه بتبقى انت قاعد مبسوط، فتحصل حاجة وحشة فتغتم بسرعة. فيبقى كل مرة بتتلذذ جواك حتة مرعوبة. صحيح. لحسن تحصل مشكلة فيروح مني اللذة دي. لا، الانسان الدنيا حسنة راضي دايما.
فدي حالة عليا جدا، حياة طيبة فعلا. وممكن بكرة نكمل مع بعض إن شاء الله بقى، وفي الآخرة حسنة، ونبص على سورة هود برضو. يا ريت يا مهندس، ممكن في كلام عن الآخرة حسنة من سورة هود برضو. خلاص رأيك لو نكمل بكرة إن شاء الله. وفعلا الدنيا ده مشوار قصير قوي، والآخرة هي دار البقاء ودار الخلود. ربنا يورينا الدنيا على حقيقتها يا رب، ما تغرناش إن شاء الله. طالما إحنا قاعدين بنتكلم معاك أكيد هنعرف الدنيا على حقيقتها بإذن الله. شكرا لمتابعتكم الطريق الصح، وبشكر معز مسعود، ألف شكر، وإلى اللقاء بكرة إن شاء الله.